متخيل تقعد تفطر والشلالات والأنهار عم تجري من جنبك، وتقعد تتغدى على أجمل إطلالة بحيرة؟ فعلا الأجواء حتكون شي نغم. تجربتنا اليوم فطور بوادي وتراسات المعشوقية، وغدانا حيكون ببحيرة صبنجا، يعني بنص الطبيعة الخلابة والخضار يلي ما بيرحم، من أجمل الأماكن الطبيعية يلي زرتها قريبة من اسطنبول. بداية بتنطلق على منطقة الأشجار والأنهار والطبيعة الخلابة، وبتبلش بوادي المعشوقية. أنت تتمشى مع الطبيعة الخضراء الساحرة وتستمتع بسماع صوت الأنهار. طبعا بتختار الضفة اللي بتعجبك، وبتاخد طاولة على النهر بإطلالة جدا خرافية. وأهم شيء إنه بيقدموا لك فطور ريفي بيتناسق مع أجواء الطبيعة. بتفطر وبتقدح كاسة شاي اكرك عجم، وأهم شيء تركب بالميتورات والدبابات الرباعية وتتمشى على النغم يا خالد. طبعا كمان لفوق بنهاية الوادي في شلالات وأنهار وطبيعة خلابة، وكمان في تراسات وفطور وأعداد خيالية، ممكن تختاروا الجلسة يلي بتناسبكم. وهلأ منركب السيارة ومننطلق على تراسات المعشوقية والجسر الزجاج يلي إطلالته على الطبيعة وعلى بحيرة صبنجا تحديدا. ويا عين على هالإطلالة الساحرة، بتوقف على الجسر وبتستمتع بالإطلالة الخرافية. وعنا بهذا المكان أمور ترفيهية مثل ركوب الحبل مع الإطلالة والتسلق بين الأشجار والطبيعة واللعب مع البغبغاء، وكمان في مطاعم بنفس الإطلالة وسوق جميل ممكن تتسوق منه أو تاكل شيء. وهلأ مننطلق إلى بحيرة صبنجا، طبعا بحيرة ضخمة بمساحة 45 كيلومتر. وبتمتاز هي البحيرة إنها موجودة بين الغابات والطبيعة الساحرة ومياه عذبة. طبعا يوجد داخلها سوق جميل للتحف والأمور الفنية، وبتختار مطعم على إطلالة ساحرة على البحيرة، وبتستمتع بالغداء بهيك إطلالة وطبيعة خلابة. وبعدها بتقوم بتتمشى وبتلاقي بعض النشاطات الترفيهية بالإضافة لمدينة ألعاب جميلة. طبعا لسه في كتير غابات ومنتزهات وأماكن جدا جميلة بنفس المنطقة، لكن ما تم معنا وقت ومنتركها لرحلة تانية إن شاء الله. كانت تجربة جميلة ولطيفة من كل الجوانب، واستمتعت كتير بالفطور وبالغداء والجلسات والإطلالة الخلابة بين الطبيعة الساحرة. بتمنى من يلي رح يزور هالمكان يخبرنا عن رأيه فيه، وانتظرونا بتجربة تانية لأماكن جميلة جدا. إذا كنتم مهتمين بهيك أماكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتصلكم بقية التجارب.